انسحاب، لو فرقة بدون اعذار تنزل تنسحب، تنزل درجة تانية على طول، درجة رابعة مش تانية كمان. فالبند ده اتحط سنة والله 2012. والله العظيم انا ما عندي مشكلة، اهم حاجة بس طبقها على الكل. ما هي من امتى ماشية على الكل؟ يعني مش ماشية على الكل؟ طبعا مش ماشية على الكل، طب معروفة اشمعنى تمشي على احنا الزمالك؟ طول عمرنا بالنادي ايه يا طب امير؟ كويس ان ان انت الدوري قلت كده. يمشي منتظم، صح. ان كل ان ايوه الحكام تبقى على فكره، طب كويسه. ما كويس على ان انت فكره قلت كده. انت طيب بتقول كده وانا بقول كده ونادي سيراميكا طيب بيقول كده، كل وانت الناس، طيب كل طب الناس ايه الجديد؟ ده انت انت حتى اضفت ماتش ايه جديد؟ سيراميكا، عارف انت ليه ما سيراميكا، بتحضرش الماتش؟ ليه تخلي سيراميكا شكل مصر وحش؟ انا برضو ليه عايز، انا بقى تخلينا برضو وحشين؟ عايز انت اسال. دخلتنا في قصه لا تانية هي خالص. نفس القصه على لا فكره خالص. انا مش مختلف معاك في الحته دي، هو لكن احنا مختلف اختلفنا معاك في في ايه يا حته كابتن واحده، وائل؟ احنا ان انت اختلفنا قلت في ان ايه؟ نادي الزمالك خايف من النادي الاهلي. اه لا طبعا طبعا، خايف. هو لازم دليل ان هو يعمل، لو لاعب فرقه تانيه لازم كان هيجي. لا هو لازم يعمل الموقف ده في حدث كبير. لا يعني ايه لا لا حدث هو كبير؟ ملوش علاقه بالخوف. لا خالص لا والله، لا ما هو بالعكس كسبان الماتش اللي بالعكس. فات، ملوش علاقه وعموما بالخوف، احنا بنحييهم ان هم عشان ما جوش، بس لو هم تبقى عارف. برضه ادى. خلي انت بالك انت فاهم؟ عارف، انت خدمت النادي الاهلي خدمه العمر. خلي بالك، اولا انت قرحت لعيبه النادي. خلي بالك احنا لما خسرنا الدوري سنه 2017، صح؟ 17 تقريبا. كان لا امتى قول لي ساعه ايه؟ هو اللي ساعه ما الزمالك خده اخر مره. لا مش 2017 اخر مره، الزمالك السنه اللي قبل اللي فاتت، 19 كان 19 السنه اللي قبل اللي فاتت. ايوه كان ايه مناسبه؟ طب قول لي. ما هو لما احنا كان في ضغط ماتشات. انا بتكلم في ايه؟ ان لما الزمالك الزمالك لعب الاهلي ماتشات لما كتير بيخلص جدا ماتشات والاهلي كان والاهلي عنده يجي يلعب مؤجلات. كل مؤجلاته، الاهلي طبيعي بيفقد نقاط لان دايما بيحصل ده اصابات في اخر لعيب. اخر خلي نسختين بالك، فاز في فانت بيهم خدمت النادي الزمالك الاهلي بالدوري. خدمه، يعني بحييك عليها بصراحه، بحيي نادي الزمالك عليها وارجع تاني وماشي، اقول لك ان وبقول النادي لك الاهلي مش متشكرين. طرف. يعني الزمالك لما عمل كده النادي الاهلي مش انا طرف. بكلمك على صالح الكره المصريه يا كابتن ماشي، وائل، احنا مش موضوع ما اهلي ولا زمالك. اختلفناش انت ايه على فكره. شكلنا هو الكابتن وائل دلوقتي؟ نفسه اصلا معترف طب ما ان انا قلت له في البدايه ان ايه؟ انا الزمالك قلت له بحييك غلط على بالموقف كلامك، ده. مش بس انا انا قلت لما لك بحييك على رديت على كلامك؟ حاجتين، طيب رديت على حته الخوف قلت لك لا طبعا انت من وجهه نظرك ما ان فيش حاجه. هو ما فيش خوف، صح؟ انا من وجهه وجهه نظرك نظري ان في خوف، اوكي، بس احترم الموضوع وجهه بسيط نظرك جدا، وانا وانا بحترم بوضح وجهه نظرك انا والله، بالنسبه والله لي، انا بوضح بالنسبه موضوع لي مهم انا جدا. ما اقتنعش ابدا ان الزمالك يخاف من الاهلي. يعني دي ما تدخلش دماغي ولا انت الاهلي. كسبان ماشي، الماتش، ده انا كلام كلاعب جدا، في النادي الاهلي انا لكن بقول لك الناس كان في خوف. بشكل تلقائي هتستنتج كده. لا يا امير، ايوه هي ما ارجع لهاش اقول لك البعد. تاني يا امير، امير الزمالك لما يفكر ان هو يعمل ضجه هيشوف حدث كبير طبيعي، برضو. لازم برضو تقرا كلام يعني. مش منطقي، معقوله يا جماعه تقول لي خايف، خايف ايه؟ ما انا كسبان كلام الماتش منطقي. التاني يا بص يعني يا يا امير، جماعه عيب الكلام في اصلا، ملخصه ان نادي الزمالك عيب. واضح ان هو من بعيد، بعيد عن المنافسه من بدري، فقال لك انا كده كده بعيد عن المنافسه عشان ما يبقاش شكلي وحش خلاص، وريح لعيبتي من بدري والبطوله دي. وبدليل ان عضو مجلس الاداره المحترم كابتن احمد سليمان طلع في قناه وقال لك نفس الكلام ده، قال لك يا ريت الدوري كله يتلغي قال ايه؟ من بدري، قال له يا ريت الدوري كله يتلغي، قالها كده كابتن نصا. احمد سليمان قال كده. عادي، ما في ناس قالت قبل كده يا ريت الدوري يتلغي من ما كذا يقول سنه. انا كان ماشي، الاهلي انت بس، عملت قلت الاهلي بس، وعملت حدث الاهلي بس اللي كان عايزه كابتن يكمل، لان وائل. هو كان الاول. انا اسمع بكلمك بس، دلوقتي على حتى موضوع كان فارق بإطار. كبير جدا، وقلنا حتى ايه ما فيش مشكله الاهلي ياخد الدوري، بس يبقى فيه دوري استثنائي عادي، والاهلي ياخد هو دوري احنا على لان فكره حقه، لانه كان عايز فارق اقول لك كتير. حاجه، من بص ساعه اشوف انا الفروره هقول يا ايه. كابتن وائل واحنا بنقول دوري استثنائي، ما أزمة اتعملش دوري 93، أزمة استثنائي. 93 اللي أنت بتقول عليها كابتن وائل أهي، بتاعت ساعه ماتش بتاعت المقاولين. المقاولين. ايه بقى؟ رفض الأهلي مواجهة المقاولون العرب قبل خوض المباراة، قبل خوض المقاولون مباراة كانت مؤجلة له، مباراة كانت مؤجلة للمقاولين، تمام إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، ورفض حلو. اتحاد الكرة طلب الأهلي وأصر على إقامة المباراة في مواعيدها.